فاتتني مرة صلاة العصر مع جماعة في المسجد بربع ساعة، فقمت بأدائها في البيت. هل في هذا خطأ؟ وهل يجب علي أن أصليها في المسجد حتى ولو كان قد خرج الناس؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الواجب على المسلم المبادرة لأداء الصلاة مع الجماعة، وأن لا يتكاسل ويتأخر حتى يعرض نفسه لفوات الصلاة. ولكن إذا حصل بعض الأحيان أنه فاتته الصلاة مع الجماعة، فإنه يلتمس من يصلي معه في المسجد، وينتظر لعل أن يأتي أحد فاتته الصلاة فيصلي معه. وإذا كان هناك مسجد آخر قريب منه ويرجو أن يدرك الصلاة أو بعض الصلاة فيه، فإنه يذهب إليه إلى المسجد الآخر إذا فاتته في المسجد الأول. فإذا لم يكن هذا ولا هذا، فإنه يصلي وحده إما في المسجد وإما في بيته. الأمر في هذا واسع، الحمد لله. نعم.